أحيل الكلمة للأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، فليتفضل. أرجوك الكلام ممنوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد هادينا وشفيعنا وقائدنا الأوحد. كنت أعتقد أن المؤتمرات الشعبية الأساسية على وعي تام وإدراك بما عليه الحق والعدل، فالعدل أساس الملك ومقتضياته إرساء العدل بين الناس. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال تعالى: إن الله هو الحق، وإن ما يدعوني من دونه هو الباطل، وإن الله هو العلي الكبير. ومن مقتضيات وأهداف قطاع العدل هو إرساء العدالة بين الناس، العدالة الناجزة في أسرع وقت ممكن، وإنهاء الخصومات. كنت أعتقد أن المؤتمرات الشعبية على وعي تام بتوجيه ملاحظات ومساءلات لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في ثلاث نقاط رئيسية. قصرت ولست قادرا على أدائها. أولها عدم انعقاد اللجنة الشعبية العامة للعدل طيلة عامي 2008 و2009، وهذه مسألة جوهرية ولم ترد. ثانيها أن غاية قطاع العدل هو إصدار الأحكام، والهدف من إصدار الأحكام هو تنفيذها. كنت أعتقد أن أتوجه لي مساءلة عن عدم تنفيذ الأحكام، سواء ما قضي منها بالبراءة لأشخاص يقبحون في السجن أكثر من 300 شخص مقضي في حقهم بالبراءة من أعلى المحاكم الليبية، ومن أشخاص قضي في حقهم بالإعدام قصاصا وأخرجوا من السجون بدون أن يتنازلوا لي الدم. كنت أعتقد أن توجه هذه المساءلات لقطاع العدل، ولكنني أعتقد أن المؤتمرات في حاجة ملحة لأشياء ضرورية وهامة تتعلق بالبنية التحتية والقوت اليومي. أود أن أوضح هذه الملاحظات وأقول أنني لست بقادر على المضي قدما في هذا المجال، ولست بقادر على تذليل هذه الشعاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.